السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فنتربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. وموضوع حلقتنا لليوم بهم كل مربي: لماذا طائر الكناري أو الحسون لا يغرد؟ كيف أجعله يغرد وبصوت عالي؟ كيف أقضي على مشاكل التقطيش في الصوت؟ يعني بيصدر الأصوات قليلة بتوقف عن التغريد. ما هي الأسباب التي دعت إلى أن الطائر توقف عن التغريد بشكل كامل؟ هذا موضوع حلقتي لليوم، فبتمنى من كل أخ وأخت عم يشوف القناة لأول مرة الاشتراك في القناة، دعمنا بزر اللايك ومشاركة هذه الحلقة كي تعم الفائدة على الجميع. طبعا أخوتي الكرام، أول سبب يمنع الطائر الكناري عن التغريد أنه في مرحلة الراحة، يعني انتهى من مرحلة الغيار. السبب الثاني أنه بمرحلة الغيار، يعني إذا شفت بأرضية القفص إذا شفت يوجد ريش كبير أو صغير وتوقف الطائر عن التغريد فهذا الأمر طبيعي، طائرك ليس بمريض وإنما هو بمرحلة راحة أو مرحلة الغيار. مرحلة الراحة هي اللي تجي بعد مرحلة الغيار وتستمر شهرين. طيب يا أبو النصر، إذا الطائر نزل عند مرحلة الغيار إيمت ببلش يغرد؟ إذا نزل مرحلة الغيار يبدأ في عملية التغريد بعد 3 أشهر، يعني بعد 3 شهور بيكون خلص الغيار، خلص مرحلة الراحة، بدأ في عملية التغريد. طيب يا أبو النصر، طائر في مرحلة الغيار وبيغرد، هذا الأمر ممتاز، هذا الأمر بيعود إليك أنت كمربي لما استخدمت معه نظام غذائي معتمد وقمت أنت بتقديم له جميع المواد اللي بتساهم معه في عملية التغريد وأيضا رفع المناعة وقوة الطائر، وهذا الأمر ممتاز. أما إذا توقف على التغريد فهذا الأمر طبيعي جدا. طيب موانع التغريد: الأمراض. إذا كان عندي طائر أنا نافش ريشه ونفخت على بطن الطير وشفت في عندي أنا التهابات، لون الأسود، لون أحمر، لون مختلف عن لون البطن، التهابات معوية، أكيد الطائر راح يتوقف عن التغريد، راح يتوقف عن التغريد. بما أنك عالجت الطير أو بدأت في العلاج، يحتاج الطائر بعد العلاج إلى 15 يوم حتى يعود إلى التغريد. طيب يا أبو النصر، أنا كيف بدي ساعد الطائر لإعادته إلى التغريد بشكل كامل؟ خليك معي لنهاية الفيديو. كيف احنا نساعد الطائر لحتى يرجع لعملية التغريد بشكل صحيح؟ ولكن بشرط اذا كان الطائر عم بيغرد، عم بيفتح تمه ويغرد، تمام، بدون صوت، انقطع الامل من انك ترجع للتغريد. يعني انا عندي طائر كناري بوقف على المجتم، بيرقص عليه، بيفتح تمه بعملية البتبتي او عملية التغريد ولكن بدون صوت، ما رح يرجع معك للتغريد على الاطلاق لانه بيكون قطعت الحبال الصوتية. اما اذا كان عم يصدر اصوات خفيفه او عم يصدر اصوات تغريدات متقطعه وبدي انا اعطيه تغريد كامل، كيف؟ اذا كان كبير بالعمر انسى الموضوع، واذا كان صغير بالعمر بدك تصبر مشان ما تقول لي هلا انت هاي المواد اللي قدمها وتطير عندي كذا. كبير بالعمر انسى انسى، صغير بالعمر بدك تصبر لحتى يتم العمر الزمني. امتى ببلش بتغريد بشكل صحيح؟ بعمر 6 شهور ببلش بعمليه البتبتي بنغمات متقطعه، بعمر 7 أشهر، 8 أشهر، 9 أشهر بغرد تغريد صحيح، بغرد تغريد حقيقي بعمر 9 أشهر. طيب كيف أنا يا أبو النصر بدي أعطيه نغمة معينة أو بدي أعلمه يغرد تغريد كامل؟ أولا بالتسميع، أنا نزلت أكثر من مقطع عن موضوع التسميع، فيك تسمع هاي المقاطع وبتساهم معك في عملية خلي الطير يغرد. الأمر الثاني بتحطه بهذا الشكل، الذكور بالاعلى، الاناث بالاسفل. اذا كان عندك اكثر من طير بتحط فواصل بين الاقفاص بحيث لا يرى الطائر الاول مع الطائر الثاني، ما بده يشوف الذكر الاول للذكر الثاني ولا تشوف الانثى الاولى للانثى الثانيه، تمام. هاي بتهيج الذكر انه يغرد، انه يبحث عن الانثى ويصير يغرد لحتى يجذب انتباه الإناث والإناث تصدر أصوات إنه أنا سمعتك، تمام. هاي أول ملاحظة. ثاني أمر، المكان اللي بتوضع فيه الطير يجب أن يكون مهوى ومشمس، في تيار هوائي أو في عفوا منفذ هوائي يعني بيدخل على الغرفة في تبديل الهواء بشكل مباشر، وأيضا أشعة الشمس داخل إلى الغرفة بتساهم في عملية التغريد. طيب يا أبو النصر، أنا مأمن كل الشروط والذكر مو مرحلة الغيار ولا مرحلة الراحة ومتأكد 100% من انه ذكر وما عم بيغرد على الاطلاق، تمام؟ خليك معي لنهاية الفيديو. بتقوم بأخذ الطائر من الغرفة اللي مربى فيها طيورك اللي كان فيها طيور وبتحطه بمكان لا يسمع اصوات،
ويبقى لحاله بنفس الغرفة اللي أنا حطيته فيها جديد. تمام؟ يعني أنا عندي مربي بغرفة الضيوف مثلا، بشيله بحطه بغرفة تاني بعيدة عن الطيور وبصير سم. هاي الحركة بتهيجه أنه يغرد، بالإضافة إلى المواد اللي بدي أعد لك إياها يجب أن تلتزم في تقديمها. شو هي؟ أولا بذور القنبز، بذور القنبز أو بذور الكيف. ثانيا الجرجير. ثالثا منقوع الزنجبيل والليمون والعسل. رابعا منقوع التمر مع الليمون، منقوع التمر مع الليمون. خامسا وأهمها وآخرها هي بذور الخرفيش، بذور الخرفيش. الكمية من بذور القنبز أو بذور الكيف 200 غرام للكيلو، أضع على الطائر بعد أن قوم بتقميره أو تحميصه وغسله جيدا، بعدين قمره وحمصه لحتى جففه من الرطوبة. الأمر الثاني اللي حكينا عنه ألا وهي الجرجير، يقدم مرتين في الأسبوع. الأمر الثالث ألا هو منقوع الزنجبيل والليمون والعسل. الزنجبيل بمقدار صغير في المشربي ينقع لمدة 4 ساعات، يضاف إليه ربع معلقة من العسل وخمس قطرات من الليمون، وقدمه للطائر لمدة 24 ساعة. تقدم 3 مرات في الأسبوع، 3 مرات في الأسبوع. بالطريقة هاي راح تشوف الذكر عندك أصبح قنبلي في التغريد، قنبلي في التغريد. طيب يا أبو النصر هذا الحكي بينطبق على طيور الشكل؟ يعني اللهم صل على سيدنا محمد كالجلوستر أو طيور الفتلة أو طيور الجريستد، أي نوع من أنواع طيور الشكل الأمر ينطبق، ولكن بيختلف المواد. بدك تقدم له الهيسر اليوم أو فيتامين اي دي 3، بدك تقدم له إياه حسب مو مكتوب على الوصفة أو حسب مو مكتوب على العلبة، بتقدمه لطارق. وبنتقل معاكم لآخر شيء أو آخر فقرة، ألا وهي إن الطائر عم يفتح فمه بشكل مباشر أو بشكل مستمر. إذا كان عندك درجة حرارة مرتفعة هذا أمر طبيعي، إذا شفت الطائر عم يفتح جناحه بشكل بسيط وعم يفتح تمه بشكل مباشر فهذا الأمر طبيعي. ولكن إذا كان عم يصدر أصوات، إذا عم يصدر أصوات مع فتحة الجناح وفتحة الفم، فعندك مرض تنفسي بالأكيد. الأصوات إذا كان أنين عندك بداية ربو، وإذا كان خرير مع طقطقة فعندك فاش رئوي. كيف بنعالجهم؟ أما بتكتب فن تربية الطيور علاج الأمراض الجهاز التنفسي، إذا كان بس موضوع صوت أنين، إذا كان فاش رئوي وتأكدت من خلال مسكك للطير وتقريبه على دانك وسمعت صوت الطقطقة، تكتب فن تربية الطيور علاج الفاش الرئوي. بهالقدر هذا بكون اعطيتك اياها حلقه مهمه، وبتمنى تكون نالت اعجابك، وبتمنى تطبقوها وتستفيدوا منها. ولا تنسونا من اللايك والشير والاشتراك، واللي ما اشترك في القناه يشترك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.